بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن تحدثنا عن القاعدة الثانية من قواعد اللي هو تحديد أطراف العملية المالية، سنتحدث إن شاء الله على القاعدة الثالثة. الآن عندنا اللي هو شراء بضاعة من الشركة العربية مبلغ 2000 دينار نقدا. طبعا عندنا شراء بضاعة اللي هو مشتريات، نحدد الأطراف: شراء بضاعة اللي هو مشتريات، ونقدا اللي هو صندوق. يبقى شراء بضاعة عندنا اللي هو شراء بضاعة تأخذ مصطلح مشتريات، ونقدا اللي هو الصندوق. الآن في المثال السابق لما قلنا تم شراء أرض أخذت مصطلح أراضي، لو قلنا تم شراء مبنى هتأخذ مصطلح مباني، تم شراء آلة هتأخذ مصطلح آلات، لكن عندما نقول تم شراء بضاعة تأخذ مصطلح المشتريات. يبقى عندنا مشتريات وعندنا اللي هو صندوق، عندنا مشتريات وعندنا صندوق. طيب خلينا مع بعض نشوف القاعدة. القاعدة بتقول المشتريات، اللي قاعدة رقم 3، المشتريات مدينة، المشتريات مدينة. يبقى إذن عندنا المشتريات مدينة. طيب الصندوق، ما دام المشتريات مدينة يبقى الصندوق حيكون دائن، حيكون الصندوق دائن، وهيك حددنا أطراف العملية: المشتريات مدينة والصندوق دائن. طيب هناخد نفس المثال السابق، ولكن العملية بموجب شيء. الآن الفكرة أنه أنا مش دائما بتكون معايا سيولة نقدية. أنا كتاجر أو كصاحب مشروع مش دائما بيكون معايا سيولة نقدية. يعني على سبيل المثال، أنا رايح على غزة، لقيت عند تاجر من التجار بضاعة، البضاعة عجبتني قيمتها 2000 دينار. الآن أنا معيش سيولة نقدية وبدي أشتريها عن عندي لمشروعي، لكن معي دفتر الشيكات الخاص بي. الآن أنا ممكن أحرر له للتاجر لو تم شراء بضاعة بمبلغ 2000 دينار سددت بموجب شيك. الآن على نفس الوزن السابق، تم شراء بضاعة اللي هي مشتريات، تم شراء بضاعة اللي هي مصطلحها مشتريات، اتفقنا مسبقا انها بتاخذ مصطلح مشتريات. طيب الآن لو كانت نقدا بنقول صندوق، طب لو كانت سددت بموجب شيك هتاخذ مصطلح اللي هو البنك، اللي هو ايه البنك، او في بعض الكتاب بيسموه اللي هو ايه جاري البنك، ويقصد به هنا انه العملية سددت من خلال حسابنا في البنك. لأنه أنا حكتب شيك، التاجر اللي حياخد مني هذا الشيك حيتوجه للبنك وحيسحب من حسابي مبلغ قيمة البضاعة بموجب الشيك اللي أنا حررته له، فصار عندي مشتريات وصار عندي بنك. طيب نرجع للقاعدة، المشتريات مدين، يبقى المشتريات مدين، يبقى البنك حياخد دائن. وهنا البنك يأخذ نفس صفة الصندوق، إن كان المشتريات مدينة أو مدين البنك بيأخذ صفة الدائن، بيأخذ البنك صفة الدائن. يبقى الآن تكلمنا عن المشتريات، يبقى المشتريات أخذت القاعدة اللي هو رقم، هاي القاعدة رقم 3 اللي هي بتقول إنه المشتريات من الحسابات المدينة، وهيك بنكون اكتفينا بهذه الجزئية من المحاضرة. والسلام عليكم ورحمة الله.